لا حج بدون ترخيص، تحذير واضح أطلقته الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية قبل موسم الحج. السلطات السعودية كانت تهدف لتنظيم أداء مناسك الحج والحد من التزاحم وما ينتج عنه من إصابات ووفيات. بالتزامن مع ذلك وقبل انطلاق موسم الحج، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً حذرت فيه من مخالفة القواعد التي حددتها السلطات السعودية. قالت الوزارة إن أعداداً كبيرة من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وأكدت أن هذا يخالف القواعد التنظيمية للحج ويعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة. ورغم التحذيرات والمناشدات لم يستجب أي من الحجاج المخالفين، سلكوا طريقهم إلى المشاعر المقدسة فحاولت السلطات السعودية منعهم. وأمام الدموع والدعاء تم السماح لهم بإتمام مناسك الحج، ولكن كان البعض على موعد مع حسن الخاتمة. الرغبة في أداء فريضة الحج أوقعتهم ضحايا نصب بعض شركات السياحة، ما يزيد على 600 حاج مصري وافتهم المنية بالأراضي المقدسة. أرواحهم فاضت إلى بارئها وبقيت أجسادهم على جنبات الطرق بمكة شاهدا على ما تعرضوا له من خداع ووهم ونصب. أسوأ أنواع النصب، نصب باسم الدين.